أيها الإخوة، لو قرأنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، الآن سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ماذا نفهم؟ نفهم من هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً في أدعيته الشريفة أن يجمع بين الثناء والدعاء، بين الثناء والدعاء. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الشيء الثاني أن هذه الأدعية الشريفة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي من السنة أن ندعو بها لأنها من جوامع الكلم، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، هذه الأدعية لا ينبغي أن تتلفظ بها شفاهنا، ينبغي أن يكون القلب حاضراً حتى في كل الأدعية المأسورة، حتى في الأدعية القرآنية، حتى في الأدعية التي هي حاسمة في قطع دابر الشيطان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. في كل الأدعية ينبغي أن يكون القلب حاضراً، أن يكون القلب وراء اللسان، أن يكون القلب متوجهاً إلى الله عز وجل. لكن كما كنت أقول سابقاً، يمكن أن يغدو الدعاء جزءاً من عاداتنا المألوفة، ففي كل جلسة، في كل لقاء، عقب كل درس، عقب الخطبة ندعو الله عز وجل، يعني هذا الدعاء جزء من عاداتنا وتقاليدنا. الدعاء من دون قلب حاضر، من دون قلب خاشع، من دون قلب متصل، لا يؤتي ثماره إطلاقا. عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد نعمة، ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله، إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ، أو إلا كان الذي أعطى، أعطاه الله أفضل مما أخذ. ما دمت تقول الحمد لله ناطقاً بها لسانك، حاضراً بها قلبك. ما دمت تقول الحمد لله وقلبك وراء لسانك، ما دمت تقول الحمد لله وقلبك ممتلئ شكرا لله، إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. كيف؟ الإنسان يتقدم بالسن، تضعف قواه أحيانا، تضعف ذاكرته، تضعف أجهزته، ينحني ظهره، يضعف بصره، لكن الله يعطيه دائماً أفضل بكثير مما أخذه منه، حتى إذا جاء أجله يعطيه الجنة. يعني الحمد يعني أنك في ربح دائم مع الله، فإذا اقتضت سني العمر أن تتراجع الصحة قليلاً، لكنك بالحمد تكسب أشياء لا يعلمها إلا الله. دائماً الذي يعطيك الله عز وجل أفضل مما يأخذ منك. لذلك ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله، إلا كان الذي أعطي أو الذي أعطى أفضل مما أخذ. في حديث آخر يدعم هذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا بحذافيرها، بحذافيرها 90 مليار، لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي، ثم قال الحمد لله، لكان الحمد لله أفضل من كل ذلك. لو أنك تملك الشركات العملاقة في العالم التي تساوي ميزانياتها
ميزانيات دول مجتمعة. لو أنك تملك حقول النفط في العالم، لو أنك تملك شركات السيارات في العالم، لو تملك شركات الطيران في العالم كله، لكانت كلمة الحمد لله أفضل من كل ذلك، لأن الحمد لله باقية معك في قبرك وفي جنتك، بينما هذه الأموال الطائلة تدعها وتغادر الدنيا. من تحليلات هذا الدعاء أنت حينما تحمد الله يعد هذا الحمد أعظم نعمة أنعم الله بها عليك. قال: يا ربي كيف شكرك ابن آدم؟ قال: علم أنه مني فكان ذلك شكره. أنت حينما تعلم أنه ما أنت به من نعم هي من الله حصرا، فهذا أحد أنواع الشكر. إلهام الحمد أعظم نعمة ينعم الله على عبده في الدنيا. ثواب الحمد لا يفنى، ونعيم الدنيا لا يبقى. ثواب الحمد لا يفنى، ونعيم الدنيا لا يبقى. لو أنك تملك كل شيء في الأرض، ملك أنت، كل ما في بلادك ملكك، لا بد من مغادرة الدنيا، إذا هذا النعيم لا يبقى، بينما ثواب الحمد لا يفنى. فأنت إذا حمدت الله معنى ذلك أنك تعرفه. لذلك قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. مال من دون بنين مشكلة، وبنون من دون مال مشكلة، كلام جامع مانع. المال والبنون زينة الحياة الدنيا الآن، والباقيات الصالحات. من بعض معاني هذه الآية: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني إذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته، أن تلهم هذه المعاني، معاني التسبيح والحمد والتوحيد والتكبير، خير من الدنيا وما فيها، خير من مالها وبنيها. لو أن الدنيا بحذافيرها بيد رجل من أمتي، ثم قال الحمد لله، لكان الحمد لله أفضل من ذلك كله. معنى آخر: الحمد لله مع النعم أفضل من النعم. لماذا؟ قال: لأن الحمد كاف لتقييد النعمة مهما كانت كبيرة. الذي يؤتى نعما كبيرة عنده قلق عميق، يخاف أن تزول هذه النعمة، وبالشكر تدوم النعم. إن أردت أن تقيد هذه النعمة، إن أردت أن يكون خطك البياني صاعدا صعودا مستمرا، إن أردت أن تتمتع بما وهبك الله إياه طوال حياتك، إن أردت ألا يتراجع عنك شيء، إن أردت ألا تسلب النعم، من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: نعوذ بك من السلب بعد العطاء، من عضال الداء، من شماتة الأعداء. إن أردت ألا تسلب منك هذه النعم قيدها بالحمد. الحمد كاف لتقييد النعمة، وبالشكر تدوم النعم. أخواننا الكرام، مرة ثانية، لمجرد أنك ترى أن هذه النعمة من الله، أفرغت مثانتك بيسر. هذه نعمة لا تقدر بثمن، تمشي على قدمين، هذه نعمة لا تقدر بثمن، ترى بعينيك، هذه نعمة لا تقدر بثمن، تسمع بأذنيك، تنطق بلسانك، لك بيت، لك أهل، هذه نعم الله. إنك إن شكرت الله عليها ولن تشكره عليها إلا إذا رأيتها. لذلك الكافر مع النعمة، أما المؤمن مع المنعم.
كافر يستمتع بالدنيا ويتمتع بها ويأكل كما تأكل الأنعام والنار مسوى له. الكافر يستمتع، بل ربما كان لكفره ولغناه أشد استمتاعا بالنعمة من المؤمن، لكنه يبقى مع النعمة، يبقى كالبهيمة تماما، يأكل ويشرب ويتمتع كما تتمتع الأنعام والنار مسوى له، بينما المؤمن مع المنعم لا مع النعمة. لكن أخطر فكرة أيها الإخوة تقال في الثناء مع الدعاء: أنت لا يمكن أن تشكر من لا تعرفه، لا يمكن أن تشكر من لا تعرفه. وهذا الإله العظيم لا يكفي أن تردد كما تعلمت أن تقول الله خالق السماوات والأرض، لا بد من أن تعرفه. لو أن جسمك مركب تركيب آخر لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. يعني إنسان قد يعيش في أجواء باردة، وهذا البرد قد يسبب تجمد ماء العين ويسبب فقد البصر. من أودع في كل عين مادة مضادة للتجمد؟ أنت حينما تتفكر في خلق الله عز وجل، تتفكر في طعامك الذي بين يديك، هذه التفاحة التي تأكلها من جعلها لذيذة الطعم؟ لو أنها نافعة لكنها مرة، من جعلها بقوام يتناسب مع أسنانك؟ من جعلها بحجم يتناسب مع فمك؟ من جعلها بلون تشتهيه الأعين؟ من جعلها بنكهة تستطيبها الأنفس؟ من؟ أنت حينما تفكر في خلق السماوات والأرض تشكره على نعمه المديدة. إذاً أنت لا تشكر من لا تعرف، لا بد من أن تعرف حتى تشكر. لذلك معرفة أسماء الله الحسنى طريق لا بد من سلوكه من أجل أن تشكر الله. ينبغي أن يكون لك وقفات ووقفات في أسماء الله الحسنى، في اسم المنعم، اسم المعطي، اسم المانع، اسم الرافع، اسم الخافض، اسم المعز، اسم المذل. ما لم تكن على اطلاع بأسماء الله الحسنى، على اطلاع على أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، كيف تشكره؟ الشيء المألوف مألوف، والناس حياله كالبهائم. المؤمن يذكره ويحمد الله عليه. مثلا من منا على وجه الأرض لا يألف الليل والنهار؟ شيء طبيعي. 6,000,000,000,000 يتحركون وفق الليل والنهار، بينام يستيقظ الشمس طالعة، بتغيب يذهب إلى بيته يأكل وينام. يقول الله عز وجل: فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم. لو كان النهار 100 ساعة وطاقتك 8 ساعات تشتغل وبتنام، فلان بينام بيشتغل، ضجيج دائم. أما الله عز وجل جعل طول النهار يتناسب مع طاقة الإنسان، ففي الساعة الثانية ليلاً كل الخلق نائمون والطرقات فارغة والضجيج منعدم وفي هدوء وفي سكون. تناسب طاقتك الإنتاجية مع طول الليل والنهار. فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم. كم إنسان بالأرض يمر على الليل والنهار كالبهيمة؟ المؤمن صاحي في ليل يسكن فيه، يؤوي إلى بيته، يجلس مع أهله، يذكر ربه، وفي نهار يعمل فيه. أما المؤمن ينتبه لهذه النعمة. الآن أرض من الطين في الربيع تنبت ما لذ وطاب، أنواع الأزهار، أنواع الفواكه، أنواع الخضروات،
شجرة كخشب يابس إذا هي بالربيع ترتدي حلة بيضاء ثم حلة خضراء ثم تعقد الثمار فإذا فيها ثمار شهية. من؟ هذه الأشياء البديهية التي نتأمل بها ولا نرى منها شيئا لغفلتنا عن الله عز وجل. رأيت شجرة، أيام ترى شجرة لا تثمر لكنها مظلة، من صممها لتكون مظلة؟ الآية الكريمة: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. شوف الآية، نبات كل شيء، النبات طعام، قوت أساسي، والنبات فاكهة، والنبات دواء، والنبات أساس. أشجار الخشب نصنع منه أثاث بيوتنا، والنبات دواء، والنبات صباغ، والنبات مطاط، والنبات فلين، والنبات أساس، والنبات أشجار جميلة، والنبات زينة، والنبات. لو ذهبت لتعدد أنواع النبات شيء لا يصدق. النبات ورق، ورق البردي، النبات قد يكون أواني، في أواني من النبات، النبات قد يكون مسبحة، النبات قد يكون حدودي. لو ذهبت لتعدد وظائف النبات لما انتهيت من وظائفه. نبات كل شيء، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. انظر إلى الرمان، كيف أن هذه الحبات متراكبة، من أين جاءها الطعم الحلو؟ كيف تغذت؟ عن طريق شعريات دقيقة. ينبغي أن تنظر إلى طعامك، ينبغي أن تفكر في طعامك. هذا الحليب، من يسر لهذه البقرة أن تصنعه؟ من الدم، من بين فرس ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، منه السمون، منه الأجبان، منه الألبان، منه كل أنواع المأكولات الأولى في حياتنا. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، هي التمرة 46 مادة غذائية فيها، هي صيدلية التمرة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، قابضة وملينة ومهدئة، وسكرها أبسط سكر في حياة الإنسان، من الفم إلى الدم في 10 دقائق. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. ادخل إلى حقل بندورة، كل الحقل أخضر إلا حبات حمراء، كأنها تقول لك أنا نضجت من أجلك، تعال اقطفني. الله عمل علامات، فكل فاكهة وكل إنتاج له علامة نضج. العنب يسود، الحب يشتد، ما من نبات إلا وله علامة نضج، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذه النباتات التي هي خضروات تنضج على 3 أشهر، أما التي هي محاصيل للتخزين تنضج في يوم واحد. هل انتبهتم إلى هذا؟ البطيخ ينضج على 3 أشهر، 90 يوم. خضروات الصيف والفواكه تنضج في أزمنة متباعدة، بينما المحاصيل كالقمح والشعير والعدس في يوم واحد، وتجنى وتخزن. من صمم ذلك؟ لا يمكن أن تشكره إلا إذا عرفته. أنت لا تشكر من تجهل، لا بد من أن تتأمل في خلق السماوات والأرض، لا بد من أن تنظر في طعامك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. نقطة،
هذا الماء ماء الحياة يفرزه الرجل 300 مليون حوين، وتحتاج البويضة إلى حوين واحد. فإذا دخل إلى البويضة في 9 أشهر يصبح طفلا كاملا، له عينان، له أذنان، له أنف، له سمع، له بصر، له لسان، له مري، معدة، أمعاء، له قلب ورئتان، له كليتان، له غدد صماء، له دماغ. من صنع هذا؟ شدة القرب حجاب. الناس يتزوجون وينجبون ويلدون هم في غفلة عن عظمة الله عز وجل. أنت حينما تعرف الله من آياته تذوب نفسك شكراً له. أيها الإخوة، ملخص هذا الدرس أن الدعاء كان عليه الصلاة والسلام يقرنه بالثناء، والثناء هو الحمد، والحمد يقيد النعمة مهما تكن عظيمة يقيدها. إن أردت تقييد النعم فاشكر الله عليها، والحمد نعمة لا تفنى بين النعم الدنيا، نعم الدنيا لا تبقى.